صباحكم أندلسي غرناطي. بيت عائشة الحرة هو قصر صغير يقع خارج أسوار قصر الحمرة. عائشة الحرة هي والدة آخر ملوك غرناطة عبد الله الصغير، الذي أخرج من هنا من غرناطة إلى فاس في المغرب، وكانت معه أمه، وهي صاحبة المقولة المشهورة: ابكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال. هذا القصر بناه الزيريون في بداية القرن الحادي عشر عندما دخلوا غرناطة. بيت عائشة الحرة زوجة أبي الحسن ووالدة عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة، يقال إنها كانت محتجزة هنا وفي الإقامة الجبرية، لأنها اختلفت مع زوجها أبو الحسن الذي تزوج عليها إسبانية. هنا كانت تنام عائشة الحرة. انظروا إلى أركان هذه الغرفة، وهذه شرفتها التي تطل منها على القصر وعلى غرناطة. هذا الركن يقع في أعلى القصر، قصر عائشة الحرة، ويبدو أنه كمجلس للحديث والتسامر. من هنا تطل عائشة الحرة والدة آخر ملوك غرناطة أبي عبد الله الصغير، بناه بنو زيري الذين حكموا غرناطة والجزائر وتونس في ذلك العصر. اختلف أولاد العم فخرج البعض منهم وأصبحوا يحكمون باسم طائفة غرناطة. تزوج أبو الحسن على عائشة الحرة فتاة إسبانية تسمى إيزابيلا. سميت ثريا بعد اعتناقها الإسلام وعادت إلى المسيحية بعد سقوط الأندلس، أنجب منها عدد من الأولاد. أرادت أن تستأثر بولاية العهد لأحد أولادها، فدارت صراعات ودبرت مكائد بينها وبين الأمير عائشة. استطاعت إيزابيلا أن توغل صدر زوجها فوضع عائشة في الإقامة الجبرية، لكنها بعد ذلك استطاعت بمعاونة عدد من رجال القصر بالانقلاب على أبي الحسن ووضع ابنها أبي عبد الله الصغير على العرش عام 1482، لكن لم يدم له العرش طويلا حتى سقطت غرناطة. يقال إن عائشة الحرة استطاعت أن تفر عبر هذه الشرفة مع ابنها أبو عبد الله الصغير بمعاونة عدد من رجال القصر، فاستطاعت أن تنقلب على زوجها وتولي ابنها العرش الذي لم يدم طويلاً.